أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب صرف الله تعالى للعبد عن فهم القرآن الكريم؟ أسبابه كثيرة. أولها عدم الاهتمام. إذا كان الإنسان لا يهتم بمعاني القرآن ولا يتدبر القرآن فإنه يصرف عنه. ثانيا الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي هي التي تصرف الإنسان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فيصرف الإنسان عن القرآن بسبب ذنوبه وأعماله السيئة عقوبة له. نعم.